ليش مسويكم؟ ليش انت جاي تنتقمون مني؟ انا جاي ترحمونا، ولو هي الرحمه من الله مو من يمكم. ليش؟ يعني ذاك اليوم اسبوع 12 تاجر مهاب من المخدرات شرب من مركز ما حكيتوا بيها، بس احنا بنشتغل بالخبز الحلال وعايشين على هاللقمه هاي، صاحبين عوائل، انتقدتوا مني من ليش؟ شو مسوي؟ انت تشدون الشعب هذا؟ اذا تشدون كلهم يا لا تبون بالحرام. طفروا كل من يكب حقنا انت على كتابه والله ياخذ وعيته وجهاله. شو تريدون مني الرحمه؟ رحمة الوالدة يا أخي، شو تريدون مني؟ يعني هاي الطليان، هاي مو فلوس عالم.